السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، نبدأها بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للعراق. الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس. جهات حكومية وشركات وطنية تستعرض آخر تقنياتها التكنولوجية في معرض جايتكس 2022. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية العراق. وعبر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي. أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن استنكاره ورفضه للتصريحات الصادرة ضد المملكة في أعقاب صدور قرار أوبك بلس بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها أن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ومبنية على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها. وأشاد البيان بنهج المملكة المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية. كما رحب البرلمان العربي بموقف المملكة الرافض للتصريحات الصادرة بحقها عقب صدور قرار أوبك بلس، مؤكدا رفضه واستنكاره الشديدين لتلك التصريحات. وشدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان له اليوم على تضامن البرلمان الكامل مع المملكة ودعمه لموقفها الواضح، مثمنا الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة، وبالإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة والتي تستهدف دائما في الأساس مصالح كافة الدول المنتجة والمستهلكة معا. هذا وتؤكد منظمة أوبك في مقدمتها المملكة حرصها على استقرار أسواق النفط العالمية وتوازن العرض والطلب وتجنب أي أزمات قد تساهم في الإضرار بالنمو الاقتصادي وحدوث شلل في الأسواق. بعد التقارير الاقتصادية الأخيرة بتوقع دخول الدول في حالة ركود العام المقبل، دعا صندوق النقد الدولي إلى تشديد السياسة النقدية وزيادة التنسيق المالي بين الحكومات لتجنب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة التي قد تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف، ومساعدة البلدان الأكثر عرضة للخطر للتعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية. المملكة العربية السعودية ومن منطلق حرصها الدائم على ضرورة حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية وتوازن العرض والطلب كانت من الدول المؤيدة لقرار مجموعة أوبك بلس الأخير بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في نوفمبر، وذلك بإجماع كافة دول المجموعة. كما أن الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية كان ولا يزال سياسة ثابتة دأبت عليها المملكة منذ عقود من خلال تدخلها الحاسم في الكثير من الأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم. قرار مجموعة أوبك بلس والذي جاء بعد تقارير عالمية رجحت حدوث ركود اقتصادي هدف إلى ضمان عدم تباطؤ النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أزمات في أسواق النفط. ويعكس القرار دور منظمة أوبك منذ تأسيسها على عدم الانحياز لأي طرف والعمل على ضمان استمرار تدفقات النفط بشكل آمن وسلس والاستفادة من التجارب السابقة بسرعة اتخاذ القرار وعدم الانتظار حتى انهيار الأسواق ثم التدخل بعد ذلك.
احتفت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم إرسائها العريضة الرئيسة للسفينة الثانية من سفن مشروع طويق التي أطلق عليها رسمياً اسم سفينة جلالة الملك فهد، وذلك في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسون الأمريكية. ويعد مشروع طويق أحد أبرز المشاريع الرئيسة لتطوير القوات البحرية الملكية السعودية، ويتضمن 4 سفن قتالية متعددة المهام تمتلك أحدث المنظومات القتالية المتطورة في جميع الحروب البحرية ضد الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية. وستسهم هذه السفن في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية والحيوية للمملكة. تواصل وزارة الحج والعمرة تقديم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار من المنصة الحكومية الموحدة نسك لتمكينهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، بهدف تيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030. وتمكن نسك الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونياً. تشارك منصة أبشر في معرض جايتكس في دبي ضمن جناح وزارة الداخلية لتستعرض أهم الخدمات الجديدة، كما تطرح المنصة تأثيرها من عدة جوانب وتبين الأثر الاقتصادي الذي توفره المنصة والذي يزيد على 17 مليار ريال سنوياً. تشارك منصة أبشر في معرض جايتكس في دبي ضمن جناح وزارة الداخلية لتستعرض أهم الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الخدمات الجديدة والتي تسعى إلى تقديمها تقديماً يضمن الجودة والسرعة والسهولة من خلال تطبيق شامل. التحدي الآن ليس فقط في تقديم الخدمة، ولكن في تقديم خدمة تحظى بإعجاب العميل النهائي، وعلى رأس ذلك السرعة والجودة والسهولة وتقديمها بشكل مباشر دون انتظار ودون طلب أن يراجع أحد المكاتب أو ينتظر ويدخل مرة ثانية على التطبيق أو الخدمة. تجديد الهوية وإصدار الجواز وإسقاط المركبات ومزاد اللوحة المميزة أبرز الخدمات الجديدة في أبشر، وشهد جناح وزارة الداخلية في جايتكس طرح أثر منصة أبشر من جوانب عدة أهمها الجانب الاقتصادي، حيث توفر المنصة أكثر من 17 مليار ريال سنوياً. تهدف مشاركة جناح وزارة الداخلية إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها الوزارة وإطلاع الزوار على النسخ الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية. عبد الله القرني، دبي. تشارك 12 أسرة منتجة سعودية في المعرض المشترك للأسرة الإماراتية والسعودية المنتجة الذي تنظمه في دبي وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة. بهدف دعم الأسر المنتجة والاقتصاد الوطني السعودي غير النفطي بمبادرات تساهم في تقديم نماذج حية عن قصص ناجحة لأسر تخطت كل المعوقات وبدأت فعلا في الإنتاج والتسويق، تشارك 12 أسرة منتجة سعودية في المعرض المشترك للأسر الإماراتية السعودية. مشاعري الحقيقة صعب أن أصف كمية الجمال والإبداع والتنوع الحقيقة والثراء اللي موجود، النوعية، طريقة التسويق، مشاريع إعلام يعني اقتصادية مكتملة. وما في شك أنه دعم الوزارات المعنية وصندوق بل بنك التنمية أيضا، دعمهم لهذه المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المملكة العربية السعودية كان ركيزة أساسية من نجاحات هذه الأسر التي أسعدتنا اليوم الحقيقة بنجاحاتها. يأتي تنظيم المعرض المشترك للأسر الإماراتية السعودية المنتجة في إطار رؤية التعاون الخليجي والشراكة الشاملة والمستدامة بين الإمارات والسعودية وسعيهما معا لتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة وتحفيزها نحو البدء بمشاريع تجارية متميزة ودعمها وتطويرها وتسويق منتجاتها على المستويين المحلي والإقليمي.
نفخر بوجودهم ونفرح كذلك بتواجدهم في بلدهم الثاني دولة الإمارات، ونتمنى لهم كل التوفيق. وهذه بداية لكثير من التعاون بإذن الله المشترك بين وزارة تنمية المجتمع وممثلة لدولة الإمارات وبنك التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ونأمل لكل المشاركين كل التوفيق بإذن الله. بين هذه الجماهير المهتمة بمستوى الإتقان الذي وصلت إليه الأسر المنتجة والتميز في العرض والتسويق لمنتجاتها المبتكرة، تظهر صورة أخرى غير مألوفة تؤكد أن ما تنتجه هذه الأسر اليوم هي فعلا قصص نجاح ملهمة للسعوديين. عبد اللطيف بخوش، دبي. أطلقت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم حملة للتوعية بأمراض الروماتيزم في مختلف مناطق المملكة في ظل احتفاء العالم باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، وذلك من خلال توعية مرضى التهاب المفاصل بطريقة الوقاية منه وتقليل مخاطره والحد من مضاعفاته السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن التهاب المفاصل والتوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي. بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر، أطلقت وزارة الصحة فعاليات للتوعية في جميع مناطق ومحافظات المملكة تشمل فحصاً للأخطاء الانكسارية وضغط العين والتوعية بأمراض العين. ويهدف اليوم العالمي للإبصار إلى زيادة الوعي المجتمعي الشامل حول كيفية الوقاية من العمى ورفع مستوى الوعي الصحي حول صحة العين لدى الفرد والمجتمع، وأيضاً التعريف بكافة أنواع أمراض العيون وطرق الوقاية منها وطرق العلاج الصحيحة. ووفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن ما لا يقل عن 2.2 مليون شخص حول العالم يعانون من ضعف البصر أو العمى. بتلفريك وغواصات وأكبر بحيرة صناعية في العالم، كشفت هيئة الترفيه عن تفاصيل موسم الرياض 2022 الذي يضم أيضاً أكثر من 8500 فعالية وتجربة في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي مخصص لها. نتابع من جديد. تستعد الرياض للحدث الأكبر، وتحت شعار فوق الخيال أطلقت الهيئة العامة للترفيه تفاصيل موسم الرياض 2022 التي تبدأ فعالياته يوم 21 من أكتوبر الجاري بحفل عالمي، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياساً بالموسم السابق الذي حمل شعار تخيل أكثر، في حين كان شعار الموسم السابق تخيل. ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض في موسمه الثالث مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية، وسيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، كما أوضح رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص ومفاجآت كبيرة وغير مسبوقة، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم. ومع الفعاليات والأحداث والمشاريع الحالية والخطط الضخمة التي على قيد التطوير، تواصل المملكة إعادة تعزيز مكانتها بوصفها من الوجهات الرئيسة في العالم للزوار العالميين، خصوصاً أن المملكة تستهدف جذب 100 مليون سائح بما يتماشى مع رؤية 2030. النشرة انتهت، تذكركم بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للعراق. الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبيك بلس. جهات حكومية وشركات وطنية تستعرض آخر تقنياتها التكنولوجية في معرض جايتكس 2022. في أمان الله.